أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يقول هذا السائل: أخي سوف يتزوج بعد أيام بإذن الله تعالى، وهو محتاج للمال، هل لي أن أدفع له من زكاة مالي؟ نعم، إذا كان يريد الزواج وهو لا يستطيع الزواج تساعده من زكاة مالك، ولكن فيه شرط عند الفقهاء، أنه إذا لم يكن له ذرية ولم يكن له والد وأنت ترثه لو مات مثلا فإنها لا تحل له زكاتك. أما إذا كنت محجوبا عن الإرث منه فلا بأس أن تعطيه زكاة مالك إذا كان فقيرا. نعم.